عناوين محطات حلقة هذا الأسبوع: الدورة 12 لكأس دبي للعبة البولو على الشاطئ تجمع لاعبين مشهورين من مختلف أرجاء العالم. فاشن فورورد دبي تبلغ موسمها السابع. في لياقة المشاهير، تامر حسن أحد نجوم Game of Thrones يتحدث لفيزيك تي في عن نمط عيشه الصحي. فرقة بويز أفينيو للأخوة منزانو ألهبت حماس الشباب في دبي. والنجم الهوليودي بن أفليك كشف برنامج تمارينه قبل فيلم باتمان. مرحبا، أنا هبة، وهذه حلقة جديدة من شوفي ما فيه. أقيمت الدورة 12 لكأس دبي للبولو تحت سامي إشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، وشهدت مشاركة لاعبين دوليين مشهورين. هذه الفعالية التي هي واحدة من أكثر فعاليات الرياضة ونمط الحياة تفرداً في دبي قد احتضنتها سكاي دايف دبي الأسبوع الماضي، وهي كذلك واحدة من فعاليات مماثلة تقام في 33 مدينة في أرجاء مختلفة من العالم. لعبة البولو كثيراً ما يطلق عليها اسم رياضة الملوك لما تمتاز به من أناقة وجمال وفن في التحركات المتنوعة أثناء اللعب. فريق فيزيك تي في حضر الفعالية ليأتيكم بالتقرير التالي. This year, we wanted to have an international team, very international players coming from around the world to show them Dubai how it is, to show how beautiful this place is. And what we want to achieve here is just to make sure that the people get an idea what Dubai is all about. I'm playing polo since about 1 year, and this is the second time actually for me here, being here, and I really enjoy it. It's a great organization, great event, and hope to come back next year. So. It's an amazing event. It's really unique polo event. I mean, I play myself as well polo, so it's a great event. And we have a big aim that by 2020 we are planning to host the World Beach Polo Cup, the first one in the world, by 2020 with the Expo. تظاهرة رياضية أخرى ذات شعبية أقيمت في دبي في 6 أبريل. إنها الأنشطة المرتبطة باليوم العالمي لتنس الطاولة، والتي توزعت على فضاءات مختلفة من إمارة دبي ببادرة من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وبدعم من مجلس دبي الرياضي. اشتركت الجمعية الإماراتية لتنس الطاولة وبينج بونج دبي في إقامة برامج مفتوحة لمحبي هذه اللعبة وللمبتدئين كي ينموا مهاراتهم فيها ويستمتعوا بأوقات حلوة في مختلف التظاهرات التي أقيمت لهذا الغرض. فريق فيزيك تي في حضر جانبا منها، فتعالوا نشاهد بما رجع من هناك. World Table Tennis Day has purpose to make our sport, so table tennis, popular, universal and inclusive. We want to show that table tennis is for all. They can play everywhere, they can enjoy,
There is no matter for adults, for young, there is no matter regarding the genders. You need to be flexible to be able to play table tennis. So you have to do flexibility exercises apart from being, you know, having the strength in your thighs to be able to move fast. The other big thing that is there is reflexes. You know, your reflexes become very fast when you're playing table tennis. So the benefits are immeasurable, any game that you play, but particularly table tennis, I think reflexes and flexibility is the most important for you. أنا هلا حاليا مشارك ببطولة عالمية للشركات بدبي. هذا الحدث نتشرف فيه كلنا. هالتجمع الحقيقي اللي عم بيصير بين الشركات، من كان شركات كونستراكشن ولا إن كان شركات بروبرتيز ولا إن كان أي نوع من الشركات طيران إلى آخره. أنا فعلا بتشرف بالحضور وبالمشاركة. وانا مش بس انا الوحيد المشارك من لبنان، في عندي زملائي كمان ايضا مشاركين من لبنان من عده شركات هون بدبي. حقيقه لعبه كره الطاوله كلها فوائد. اول شيء بيكون عندك اللي هو الغذاء الصحي اللي بصير عندك انت خلال ممارسه الرياضه، وثاني شيء الغذاء النفسي والاجتماعي اللي بتحصل عليه من خلال التركيب المجتمعية اللي بتصير خلال البطولات أو من خلال التمرين. وهذا الشيء يعني بينعكس على الحالة النفسية للاعب، بخليه يكون عنده بيطلع كل البرشر من جسمه، بخليه يكون ما عنده تنشن، ما في برشر عليه. ويعني هيدي لعبة كرة الطاولة كلها فوائد، كلها رياضة، ما في إلها أبدا أي أضرار. This day is also preparation to Asian Cup 2016, which will start 28th to 30 April 2016, and everyone is welcome to come. It's free entry, it's free of charge, and you can meet the best players from all over the world and enjoy and share passion to table tennis. هل عانيتم من سقوط مفاجئ لشعركم ومن آثاره على نفسيتكم؟ لفقرة اسأل الدكتور لهذا الأسبوع يتمحور السؤال حول كيفية الوقاية من سقوط الشعر وكيفية العلاج عند وقوعه وتفادي آثاره السلبية. مرحبا دكتور، في عندي مشكلة بتساقط الشعر، كيف فينا نعمل حل لهذا الموضوع؟ أما عن تساقط الشعر، فكثيرين يعتقدون أن القشرة قد تؤدي إلى تساقط الشعر. الجواب العلمي لذلك، القشرة مش سبب من الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، لكن ما في شك إذا كانت القشرة مصاحبة بحكة يعني نسبيا ممكن التساقط يكون أكثر، لكن عادة هذه تكون فترة مؤقتة. أما بالنسبة لأسباب تساقط الشعر، طبعا يعتمد على الفئة العمرية. إذا نتكلم عن النساء مثلا بشكل عام، طبيعي أن الوحدة مثلا بعد الولادة أنها تفقد كمية كبيرة من الشعر، طبيعي بعد الرجيم القاسي أنها تفقد كمية كبيرة من الشعر، كذلك مع الضغط النفسي أن الواحد ممكن يفقد كمية كبيرة من الشعر. لذلك كعلاج يجب علاج السبب وليس العرض. أما إذا كنا نتكلم عن العامل الوراثي، وهي أغلب الحالات للأسف العامل الوراثي يلعب فيها دور كبير، هني طبعا أطمن النساء بشكل عام، هم عادة ما يفقدون الخط الأمامي للرأس، عادة ما يوصلون لمرحلة الصلع الكامل نفس الذكور. فإذا كان السبب وراثي، طبعا أكيد المستحضرات اللي تحتوي على مادة المينوكسيد الخارجية تساعد إلى حد ما. كذلك توجد حبوب عن طريق الفم على حسب تشخيص الطبيب وقتها أنه يحدد إذا كانت المرأة تحتاج لاستخدام هذه العلاجات. فعالية الموضة السنوية Fashion Forward عادت من جديد لدبي، إنها دورتها السابعة. مصممو أزياء لامعون من المنطقة عرضوا أحدث ابتكاراتهم لجمهور مغرم بعروض الموضة وذواق للمسات الفنية المتنوعة. الدورة السابعة لفاشن فورورد أقيمت في فضاء جديد هو حي دبي للتصميم في منطقة رأس الخور. فراس وأيمي كانا من بين الحاضرين في هذه الفعالية الجمالية ليفتحا لكم نافذة عليها.
مرحبا، انا بدبي ديزاين ديستريكت للمره السابعه على التوالي مع فاشن فورورد. مثل ما عم تشوف هالبلاتفورم كثير صارت مشهوره بالشرق الاوسط. اليوم رح اروح اشوف الديزاينر حسين بازازا لنشوف شو الكولكشن اللي عنده، ولحتى نستجوبه بنفس الوقت من وين عم بيستوحي هالمجموعه الحلوه. خليكم معنا لنشوف شو فيه. حسين ما شاء الله مجموعة بتعقد كتير، بس خبرنا من وين عم تستوحي هالأيدياز كلها سوا. هيدا الكوليكشن مستوحية من شيء اسمه ألكيمي، وهي دراسة قديمة بتحكي عن كيف يخترعوا دواء يخلي الحدا عايش كل الحياة ويحولوا كل شيء متل لجولد. هاي كانت الإنسبيريشن الأساسية. حسين كنت عم شوف كتير أنواع من القماش، دخلت كتير أنواع، وكان في كتير يعني مثل منشوف فيت كله ببعضه البعض، حتى استعملت اكسسوارز غريبين وجداد كتير، يعني حبيت كتير الستايل. كيف طلعت القماشات ركبتها مع بعضها؟ شو السر؟ هو ان احنا التريد مارك تبعيتي انه كيف فوت الالوان والقماشات مع بعضها. بهيدي الكولكشن حبيت شوي قوي دوز الالوان، يعني شوي زياده، والقماشات كمان استعملت القماشات اللي كتير شايني لحتى افرجي انه في افيه ميتاليك بالقماش، والدانتيل كمان الملون وكله، لحتى تطلع يعني وصل فكره الانسبيريشن من وراء تداخل القماش ببعضه. مثل ما بنعرف حسين صلك زمان كثير بعالم الفاشن واخذ كثير اووردز، شو واتس اب كومينج ايفنت؟ يعني شو حابب، شو التارجت تبعك لبعدين؟ ما بعرف. ويل سي، يعني نشوف لوين بنوصل. شكرا الله عليك، ما شاء الله. ثانك يو. مستر علي اسم الله عليك، من فاشن شو لفاشن شو وين ما نروح بنلاقيك، خبرنا شو رايك بالفاشن شو اللي كان اليوم مع مستر حسين؟ حسين كان دائما، مش اول مره بشوف له الكولكشن، ودائما انا بجي على الفاشن فورورد للموسم السابع. انا دائما من الاشخاص اللي من الصحافه السابتين بالفاشن فورورد، لغطي لهم للميدل ايست والجولف اريا. الحلو عند حسين عنده ستايل، عنده لاين بيختلف عن الكل، ما بيشبه حدا، بغض النظر اذا حبيت او ما حبيت، بس انه عنده استقلاليه، وهذا الشيء كثير حلو وبتوقع له نجاح وبتوقع له تميز إذا اشتغل على الناحية العالمية. ما شاء الله. خبرني شوي عن البلاتفورم تبع فاشن فورورد، كيف بتلاقيه بالميدل ايست؟ فاشن فورورد اثبت وجوده، وحاولوا كثير اشخاص يعملوا مثل فاشن فورورد، بس دائما الاصيل بضلوا اصيل والجدي بضلوا جدي. في كثير مسافه بين فاشن فورورد واللي عم بيحاولوا يقلدوا فاشن فورورد، فكوراج للكل، بشجع الكل، بس ما حدا قرب على فاشن فورورد لانه فعلا زي ار بروفيشنال. شكرا لك علي، وبالتوفيق بمسيرتك. حبيبي ثانك يو، ميرسي بوكو. انا حاليا مع ملك جمال تركيا 2013 وفوق دجر. هاي وفوق. هاي وفوق. What do you think about the fashion show that we just watched? I like very much. This is amazing. Super. And the designs and the models. Yeah. Too much. I like it. Okay. And Ufuk, tell me about the sports, the fitness. You see the models today. Yeah. They was very fit. Yeah. What do you do to keep fit in your life? This is very hard because all day I will go to gym and too much work and too much diet. This is very hard. مثل ما بيقولنا أفوك إنه هو بيتمرن كل يوم وكل يوم بيزبط أكله، وهيك بيقدر عم بيحافظ على جسمه وعلى كل المطارح بيروح فيها ليكون fit. Thank you, Ufuk. You're welcome. مرحبا دانا، خبرينا شو رايك بفاشن فورورد؟ هالسنة كتير حلو، عاملينه مغيرينه عن السنة الماضية. It's more open، ويعني كل العالم جايين من كل أماكن، so it's really nice. دانا شو رايك بالفاشن شو تبع ديزاينر حسين بازازا؟
amazing. He's so يعني creative وحبيت كثير دخل الليس والفلورال برينت ما شاء الله يعني عن جد it was amazing. دائما بتجي على فاشن فورورد؟ Yes, هاي the third time صراحة. شو رأيك بفاشن فورورد كبلاتفورم بالميدل ايست؟ I love it لأنه عم بيخلوا الناس تشجعوا يجوا مور على الميدل ايست اندستري because كل الفاشن ويكس either باريس ميلان نيويورك فكتير حلو انه عم يعني بنوجه العالم يتجهوا عنا هون على الميدل ايست because احنا عنا كتير ناس عندهم فاشن للفاشن so الحمد لله الناس هلا عندهم العيون والنظرات عندنا ديزاينر كتير هون وعم يطلعوا ينطلقوا كتير. لانا شو بدك تقولي للمشاهدين بخصوص فاشن فورورد؟ I think كل سنة عن يعني كل سيزن عن سيزن احنا عم نكبر وأد لاف العالم يجوا حتى يجوا يحضروا الانترستد بالفاشن they should register online and they should come and visit Fashion Forward. سمعتوا دانا شو عم تنصحكم؟ yeah. شكرا لك دانا. أهلا وسهلا تشرف. فعلاً كان حدث كتير رائع مليء بالابتكارات وبالجمال وبالذوق الرفيع. أنا فراس بشوفكم المرة الجاية. سايد لانجس أو لاترال لانجس هو نوع من التمارين مخصص للرجلين ولا يستدعي حمل أوزان سوى وزن الجسم غير أن هذا التمرين يتطلب كثيراً من الجهد ومن المرونة في نفس الوقت ومن التوازن لضمان إنجازه بالشكل الصحيح. ستيف باتريك تقدم لمغامرة البحث عمن يتطوع للتحدي من أجل اللياقة لهذا الأسبوع ويقوم أو تقوم بهذا التمرين. لنتتبع خطاه إذن ونرى. Hello everybody, I'm here right now at Umsukim Open Beach to challenge residents perform a workout everybody hates, the side lunges. Let's go and check it out. Hi, what's your name? Akif. And where are you from? Sudan. Are you ready for the challenge? Yes! Nam! Nam! Okay, ready, set, yalla! Nin. ثلاثة Go. أربعة خمسة تسعتاشر 30 seconds 20 21 22 23 24 25 26 37 3, 2, and 1. Do you think this kind of exercise would make you healthy? Breathless? Congratulations. Mabruk, akhi. Thank you so much. Okay, we got Marwan right here right now, and he's all set for the challenge. Shukhbar? Khair, alhamdulillah. Ready? Naam. 3, 2, 1, yalla. 1, 2, 3 4 5 5 4 3 2 and 1 خلاص خلاص. How was it? تمام. Would you recommend this kind of workout for people, for your friends and for those who are watching? أكيد أكيد شغل زين ووايد يساعد على تقوية الريول. Do you think this kind of workout makes you healthy? نعم أكيد. Why? لأن تستخدم عضلات ريلك وتخلى كلها تتحرك وتعطيك قوة. Well, thank you very much for joining. Okay, hey, what's up, buddy? What's your name? اسمي عبد الرحيم الياسي. Okay, we got a very special challenge. It's called side lunges. Yes or no? Of course, yes. Of course, yes. Are you ready? نعم جاهز. Ready. 3,
two, one. For the selfie king, go. Go. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. تسعتاش. عشرين. 30 seconds. 21. 22. You feel good? 23. نعم. Going. 24. 25. 4, 3, 2, and 1. Bravo. 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 MashaAllah. How was it? صراحة كان يعني وايد مفيد. مفيد للأرجل. What do you think are the health benefits of this kind of workout? هذا يساعد في حرق الدهون. Would you do this again? أنا كل يوم أتمرن. Every day. Every day, all day. Thank you. Yeah. Shukran. There's a lot of lunges you can always do every day, but let me tell you this. Side lunges are one of the best. Burns a lot of calories and makes your leg really, really strong. That's all for now. I'll see you guys next time. المولعون بالمسلسل الجماهيري Game of Thrones الأكيد أنهم ينتظرون بشوق موسمه الجديد. من أحدث الإضافات في المسلسل الممثل تامر حسن الذي يقوم بدور المحارب دوثراكي. تامر أمر من دبي في المدة الأخيرة وزار استوديو فيزيك تي في حيث كان لعلي مقداد مقابلة معه. فيما يلي مقتطف منها. المقابلة كاملة باللغة الإنجليزية تتابعونها على واتساب. Game of Thrones is set to hit the TV screens with a million people watching all over the world. I'm here today with Tamer Hassan, who's snatched one of the latest roles in Game of Thrones season 6. Tamer, talk to me a little bit about what your role is in the latest Game of Thrones. Yeah, I am playing one of four or five, I think it is, Dothraki leaders in season 6. I was training, I had to get a lot bigger than I am, obviously, for the, yeah. To be the Dothraki warrior, the big, strong, yes, bulky definitely. Man. I've got sort of that natural ability anyway, but you know, once you get when you take your top off, you kind of want to show a little bit. You want to show a little bit, right? I mean, I didn't look as good as the other boys because they were 10 years younger than me, but we got there. Like, what's your fitness regime like? I mean, you're obviously traveling a lot. You're in Dubai here, then you got to go fly back and shoot. So how do you stay fit? What's your fitness regime like? How do you eat? Isn't that difficult for you? Food-wise, I don't eat rubbish, but I don't eat fast food, but I tend to eat as good as I can. I don't train as hard as I did when I was an amateur boxer, because you know the older you get, the harder it gets. Yeah. So I kind of find a balance of fun. Were you training here whilst you were in Dubai? I've been training every day while I've been here. I came from Turkey. We had to do some promotions in Turkey and stuff, and I flew straight from Turkey to here, and. Kind of every day. I think I've had one or two days off where I didn't feel too well. But then other than that, we get up in the morning, we do a light run, yeah. And then we do two body parts on the weights, and then we'll go and relax, sort of run on the beach, walk on the beach, swim, and then we'll eat again, and then we'll go back in the evening to do some more weights. How do you stay so fit and just, what would you tell people in your age, like, that are inspired by your physique? You got, for me, stick to your boundaries, test the body. Put the body, don't let the body relax and plateau, test the body. Thank you so much for your time, man. Enjoy Dubai. This is Tamer Hassan, Physique TV. Be your best. بويز أفينيو للأخوة منزانو زارت دبي مؤخراً وأحيت حفلاً ألهب حماس الشباب الغفير الذي حضر الحفل. هذه الفرقة تتألف أساساً من ثلاثة أخوة هم المغني أليandro منزانو وعازف الجيتارة فابيان منزانو وعلى الباس دانيال منزانو. بويز أفينيو هي من الفرق القليلة التي كسبت شهرتها وبنت مسيرتها باغتنام فرصة انتشار الموجة الرقمية في بداية الألفين،
ومنذ ذلك الحين عملت الفرقة على كسر الصورة النمطية للفن الغنائي باختيار طريق غير تقليدية ومستقلة، كسروا فيها كل الأنماط الموسيقية القديمة. وقد كسبت الفرقة من وراء ذلك أعداداً غفيرة من المعجبين، وأصبح لديهم أكثر من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، وبذلك يكونون أكثر المستقلين مشاهدة على يوتيوب، كما أنهم أكثر الفرق المستقلة مشاهدة في العالم. إيمي حضرت الحفل وتمكنت من إجراء مقابلات حصرية مع أعضاء الفرقة. So here I am with Boyz Avenue after their Dubai performance. Guys, how do you think tonight went? It was a blast. That was amazing, yeah. The fans were great. The weather was great. You never know what it's, whenever you're playing outside, it's like a little, it's another element of unpredictability, but they went down without a hitch, yeah. Brilliant. So like, what is your feeling right now? I know you've just come off stage. Like, is the adrenaline going? Like, how are you feeling? I feel good, yeah. Usually this is the time where we like to talk to each other and go over everything that happened. This is usually the most adrenaline here. Yeah. Yeah, yeah. So I just want to recap, like, how do you prep for like a performance like this, like with health and reference? I'm going to point that to you, Daniel, because I know you're the health buff. You know, I've actually found that usually when you do a workout during the day before the show, you just kind of, your endorphins are running and like everything just seems to be operating at like full capacity. Also, it makes you like a little more mentally keen. So we try it. We try to do it at least 5 times a week if we can. Try to break a sweat earlier in the day, and then kind of gives us that energy for the show. What kind of thing do you do to wind down? How do you relax? Do you go to the gym? Like, what's your kind of thing? I'm gonna try and see if I can get some good photography and go to Old Dubai area, or you know, just kind of go around and take some pictures of the architecture. I think he's gonna go play golf. Yeah, I'm gonna try to actually come back here if I can play golf. And then, because we're doing a video series where we like chronicle what it's like to be on the road. I kind of want to do like something typical I'd like to do, so maybe work out, play golf, and then we're all gonna go to the Burj because we've never been up to the top before. And we've done the safari tours last time and the dune bashing. So which was cool. Yeah. That was a good time. Oh, it was amazing. Yeah. It was hilarious. But I think that'll be an appropriate thing to do for our video series for the fans, you know. That's what I've heard. So this is the lifestyle video, like YouTube series that you're doing. So like, what is a typical day like in the world of Boyz? Well, it's kind of been all over the place. That's the beauty. It's always changing because depending on where we are, what kind of promo we have to do, there's always like a surprise for the fans, and we try to make it fun and keep it interesting. But we started in India, the Philippines, now we've done Europe, and now Dubai. So it'll be like a great, I think we're 12 episodes in and we're gonna start them in about a week. So it'll be a fun few months of content for everybody. Thank you so much for tonight. I loved your performance, and I'm sure our viewers back at home will be very excited to see it too. Thank you so much. Thank you. And by now, you should have somehow realized what you gotta do. Hey everyone, we're Boyz Avenue, and right now you're watching Physique TV. Be your best. Yeah. نجم هوليوود بن أفليك خضع لسلسلة تمارين قاسية من أجل فيلمه الجديد باتمان يواجه سوبرمان، حتى يكون جسمه في غاية اللياقة البدنية ليكون مطابقاً لمواصفات الشخصية التي سيتقمصها في الفيلم. بن أفليك كان يقوده في تمارينه 2 من ألمع المدربين الشخصيين، هما غونار بيترسون ووالتر نورتون. تمارين بن أفليك كانت يومياً وعلى مدى الأسبوع، وقد شهد له مدرباه بأنه كان في غاية الانضباط. غير أن ما أغضب النجم الهوليودي هذه الأيام هو الحملة الصحفية التي تعرض لها بسبب اختياره هذا الفيلم ودوره فيه، والذي رآه بعض الصحفيين لا يليق بالمكانة التي وصل إليها في عالم السينما. من جديد، هذه أهم عناوين محطات حلقة هذا الأسبوع. الدورة 12 لكأس دبي للعبة البولو على الشاطئ تجمع لاعبين مشهورين من مختلف أرجاء العالم. فاشن فورورد دبي تبلغ موسمها السابع.
في لياقة المشاهير، تامر حسن أحد نجوم Game of Thrones يتحدث لفيزيك تي في عن نمط عيشه الصحي. فرقة بويز أفنيو للإخوة مونزانو ألهبت حماس الشباب في دبي. والنجم بن أفليك كشف برنامج تمارينه قبل فيلم باتمان. شكراً لكم على الانتباه، ولكل ملاحظاتكم وتعليقاتكم افتحوا صفحاتنا للتواصل الاجتماعي. أنا هبة الشريف، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.